السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا في شهر ابريل، شهر التوعية باضطراب طيف التوحد. كنت مخطط ان هعمل لقاء لايف، لكن للأسف في ظروف حدثت وحالة دون ذلك، فأنا هعمل مجموعة من الفيديوهات القصيرة اللي أتكلم فيها عن الحقوق التعليمية والتأهيلية لطلاب التوحد. النهاردة هتكلم عن الحق الأول والأساسي، والحق اللي هو يعتبر ذا أولوية كبرى إذا حبينا نحن نضمن أن نعطي للطلاب طيف التوحد حقوقهم كاملة، وهو الحق في القوانين والتشريعات الملزمة التي تلزم الجهات المعنية بإعطائهم حقوقهم التعليمية والتأهيلية. لو حبينا نشوف بعض النماذج الناجحة، ننظر مثلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية اللي أصدر فيها قوانين ملزمة وقوانين واضحة تؤكد على حق الطلاب في الحصول على تعليم مبني على العلم، تعليم مبني على التدخلات العلمية الفاعلة اللي تضمن ألا يهدر وقتهم ولا وقت أسرهم في تدخلات علاجية غير مثبتة الفاعلية. بسبب هذه القوانين الملزمة اللي صدرت وتم إقرارها من المشرعين في السلطات التشريعية، أدت في النهاية إلى أن الطلاب يصلوا إنما يحصلوا على خدمات هامة جدا زي خدمات تحليل السلوك التطبيقي في سن مبكر، مما يؤدي إلى فرص أفضل لحياة أفضل لهم ولأسرهم. من الدول الناجحة على مستوى الوطن العربي دولة الإمارات اللي أقرت حديثا قوانين تلزم الجهات المعنية بأن يحصل الأطفال المشخصين بطيف التوحد على تحليل السلوك التطبيقي كتدخل مبكر ضمن خدمات التأمين الصحي. وبالتالي فأهم حق في وجهة نظري نحن كلنا لازم نؤكد عليه نتكلم عنه هو الحق في قوانين وتشريعات ملزمة تضمن أن يحصل الطلاب على هذه الخدمات اللي من ضمنها الخدمات المبنية على العلم زي خدمات تحليل السلوك التطبيقي التدخلات العلمية مثبتة الفعلية. لن يحصل الطلاب على هذه الخدمات إلا عندما تكون هناك قوانين ملزمة، مما يؤدي إلى أن الطلاب يستطيعوا الحصول على هذه الخدمات بشكل مجاني أو شبه مجاني. في وجهة نظري ده هو الحق الأول والأساسي والضروري، واللي هو يعتبر الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح. اي حديث عن اي خطوات اخرى او قوانين اخرى او برامج توعية اخرى دون ان تكون هناك قوانين واضحة ومحددة تسمي التدخلات العلاجية مثبتة الفعالية كحق اصيل للطلاب في سن مبكر، يبقى اذا احنا ما بنؤديش، بعتقد في وجهة نظري ما كنش ادينا دورنا بامانة وصدق لحياة افضل وتعليم افضل تدخلات علمية أفضل للطلاب المشخصين باضطراب طيف التوحد. عايزكم بس تتخيلوا لو أن هناك قانون ملزم بذلك، طفل بمجرد ما يتم تشخيصه أنه لديه توحد في سن مبكر جدا سنة ونص سنتين بيحصل على خدمات تحليل السلوك التطبيقي اللي بتغير من مسار حياة الطالب بالتركيز على اكتساب المهارات الأساسية في التعلم ومهارات الحياة الهامة زي اللي تضمن أنه يعتمد على نفسه. شكرا ليكم. أذكر مرة أخرى إن الحق الأول والأهم والأساسي اللي كل اللي محتاج نركز عليه هو الحق في قوانين وتشريعات ملزمة تضمن أن يحصل الأفراد على حقوقهم التعليمية والتأهيلية. شكرا لكم والسلام عليكم.